الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لا بد من التفريق بين الاتباع والتقليد. أما التقليد فهو أخذ قول الغير بلا النظر إلى حجته، بمعنى أنني أقول إن الوتر سنة فيسمعني رجل من العامة فيأخذ كلمة سنة ولا ينظر بعد ذلك في مأخذي أنا ولا في دليلي، فهذا هو التقليد، وهو قبول قول الغير بلا حجة. قوله بلا حجة أي بلا نظر في حجته. وأما الاتباع فهو أخذ قول الغير منظورا فيه إلى حجته مقتنعا بها، بمعنى أن الإمام أبا الخطاب نظر إلى العقائد التي ساقها الإمام أحمد ونظر إلى ما أيده بها من الأدلة، فرأى أن عقائده صحيحة متفقة مع الأدلة فأخذ بقوله لا تقليدا وإنما اتباعا. أنتم فهمتم؟ نعم. ومن هنا غلط بعض الناس على الإمام ابن القيم في قولهم إنه كان يقلد شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته، وهذا خطأ، بل كان مقتنعا بترجيحاته بعد النظر في أدلته. فإذا اجتهدت أنت ووافق قولك قول أبي العباس بن تيمية وأخذت به فلا تكون مقلدا لأنك رجحت عن حجة ودليل. فإذا قوله أنا متابع للإمام أحمد في البيت الأول كلام صحيح، لأنه تابعه بعد النظر في ماذا؟ في حجته. فإذا هو لم يقلد الإمام أحمد تقليدا لا نظر فيه إلى حجة الإمام أحمد، وإنما قلده بعد النظر والاطلاع على برهانه وحجته. فهل بينهما تعارض؟ الجواب لا تعارض بينهما، فجزاه الله خيرا.